السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فورد جراند ماركيز ماشي 191,000، يعني حدود 200، 2011 أو 2010. طبعا عندنا تغيير زيت الجير بالكامل مع الطنجرة. طبعا الرجال ما أخذ السيارة لها شهرين، الله يعطيه خيرها ويكفيك شرها، فما يدري عن زيت الجير وعن الصيانة حقه. طبعا الجير للأمانة حسب كلامه ما في شيء، أنا ما جربته لكنه ما يشتكي من شيء، فحبينا نغير زيت الجير مع الطنجرة بالكامل وبالطريقة المعتادة اللي طبقناها على الكامري بداية أو على اللكزز الـ AS 350، وعلى الكامري نفس الحكاية، بعدها على التاهو ليوكن 2007 إلى 2014، وبعدها على التاهو ليوكن من 2015 إلى 2020. هذا اليوم فيها جديدة ونفس النظام، ما عندنا أي مشكلة فيها. فورد أيا كان سيارة هي نفس النظام. هذا عندنا كراون فكتوريا 2010، راح نغير زيت بالكامل، بعدها راح إن شاء الله ركب لهم برد تركول 40,000 وحدة. ما بطول في السالفة. طبعا في الكراون فكتوريا راح افك الهوزين هذه واحط له خطين وانزلها هنا في الجالون ونشغل ونفرغ الزيت، نشغل نفرغ الزيت اللي في الطنجره ينزل بدايه، بعدها راح نعبي زيت. طبعا هو زيت عندك هنا في كل قيور السيارات تلاقي فيها كميه في الكارتير ونص الكميه في الطنجره، فالبدايه انت لما تفك المواسير وتفرغ الزيت عن طريق التشغيل راح ينزل مبدئيا اللي في الطنجرة، واللي في الجير راح يروح على الطنجرة، بعدها انت تعبي زيت في الكرتير والزيت اللي في الطنجرة ينزل ويروح يكون محل الكرتير يحل محل الطنجرة، يعني عملية تدوير تبادلية، يعني اللي في الطنجرة ينزل يروح محل الجير يعوض محل الزيت اللي طلع من الطنجرة، وهكذا عملية تدويرية حتى يطلع عندنا الزيت إن شاء الله بشكل كامل. طبعا جربت شغلته مبدئيا، فالماسوره هذه اليمنى، طبعا هذه العلويه تعتبر يسار، هذه تعتبر اليمين. العموم هذه الماسوره انا حطيت هوزين وشغلت جربت في البدايه لان عرفت ان هذا الهوز اللي يطلع، فهذا الهوز الان طلعته هنا واحطه في الجالون واشغل. طبعا راح اشغل الان طبعا انا وضعت الزراديه هذه عشان تمسك اللوز ما يروح علي. لحظه الزيت اول بس ما يقطع، طبعا ما شاء الله الزيت اسود داكن، اول ما يقطع راح اطفي له. طبعا احنا نزلنا الزيت المبدئي اللي جاي من الطنجره واللي في الجير راح للطنجره، الان راح عبينا 6 علب، طبعا هو ياخذ 5.5 لتر، احنا حطينا 6 علب، يعني ممكن يكون الزيت عندنا يمكن 100 ملي لكن ما يضر، لانه بس هدف انه الان نشغل ونفرغ الزيت حتى يصير الان الجير والطنجرة كلها زيت نظيف. طبعا للأمانة السيارة هي ماخذة مستخدم، انا ممكن قلت البداية، لكن ليش انا اغير زيت كامل؟ عشان يبني على صاحب السيارة من بعدها الصيانة وتوقيتها، يعني مثلا الان خلاص غير الزيت مع الطنجرة، الان يعمل حسابه كل 50,000 في غير الزيت علشان يكون على بين على جدول صيانة واضح، لانه الان سيارة ماخذة مستخدم ما يدري عن صاحب السيارة وصيانتها. لا راح نشغل المرحلة الثانية، وبعدها لما نفرغ الزيت نطفي ونفك الكرتير ونغير الفلتر ونعبي الزيت بعون الله. طبعا اقدر برضو انا اسوي التنظيف عن طريق الماسورة الرايح والجاي برضو عن البرد، بس احنا في البرد هذا فيه بلف حرارة، وكمان انا برضو مركب تركول 40,000 وحدة، فما احتاج ان اركب او اغير زيت حق المبرد الجير، لانه راح استغني عن البرد الجير حق الوكالة وراح نركب التركول 40,000 وحدة، عشان كذا انا اختصرت الموضوع وركبت الهوزات من نفس الجير. ولكن ينطبق برضو الكلام هذا الناس اللي تبتركب او مثلا تبتغير زيت كامل مع
المبرد، بس المشكله انه مع البرد انه الزيت ما راح يفتح الا على حراره معينه، فعشان كذا يكون في تقييد في حركه الزيت فما راح ينفع. هذه المرحله الثانيه. نشوف الزيت الان. لسه باقي فيه اوصاف. شوف الزيت لما يكون فيه شويه دكانه او سواد اعرف انه لسه باقي ما نظف القير، لكن الان هو بيطلع بشكل كامل ان شاء الله. بيصير بعدين لما نحول الزيت بالكامل جديد يطلع معي الزيت احمر بالكامل. الآن بعد ما فرغنا الزيت مرتين راح الآن نفك الكرتير ونفك الفلتر. طبعا هذا الكرتير ما شاء الله تبارك الله بعد التنظيف سواد طبيعي حق كشة الجير، ويبدو لي انه ما قد تغير الزيت نهائيا. وعندي هنا فلتر الزيت، عندي هنا فلتر الزيت. طبعا ما شاء الله كيف الزيت الان احمر عندنا هنا. طبعا لاحظ الان الزيت ما شاء الله تبارك الله جديد. راح نضيف الكرتير و نضيف المغناطيس ونركب الفلتر الجديد. طبعا هذا الكرتير ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ما في لا شوايب ولا شيء ولا براده، فقط حق الكليشة الجير، وهذا طبيعي جدا. هذا الآن يتنظف ويرجع مرة ثانية. طب هذا رقم الوجه حق الكرتير، وهذا رقم الفلتر. طبعا هذا الفلتر الجديد وهذا القديم. طبعا هذا فلتر الوجه القديم للأمانة ما يفرق، لكن مع الرجل أخذ ما أحب الخليل، لكن برضه هذا ما يتغير لأنه هذا يتحمل. أعمل هذا الآن الجديد وأحرك. تم شد جميع المسامير. طبعا عبينا زيت الان 5 علب زيت جديد. باقي عندي هنا العلبه الاخيره، طبعا هو ياخذ ممكن 6.5 او 5.5 عفوا، لكن مع البرد ممكن ياخذ معنا حدود ال 6 الا شوي. فاحراح اول شيء حطينا 5 علب وراح نشغل وراح نقيس ونعبي. طبعا الان بنجرب الغيارات على الوضع الدي 2 3 4. طبعا هو 4 غيارات. الفكتوري هذا او المركيز 4 غيارات. النمرة وانت تعشق في الدي يعتبر 1، عاد بعدها انت احسب 3 غيارات. ما شاء الله تبارك الله الان نشوف السرعه على 100، يعني مريح الجير على احلى ما يكون. وبعدها راح نجرب المانوال التعشيقات اليدويه. الحمد لله هو الجير اساسا من اول للرعيه ما يشتكي من شيء، ولكن بس السياره مشتريها مستخدم فحب يسوي لها اجراء صيانه عشان اساس انه يعمل عليها جدوله يصير يبني عليها لو صيانه. فغيرنا الزيت الكامل مع الطنجره وتركيب مبرد تركول 40000 وحده. هذا الان الوضع الدي اوتوماتيك، ولحين راح نجرب بعدين اللي هو وضع المانوال. طبعا الحين على المانوال رقم 1. اثنين.
ثلاثة. طبعا ثلاثة وأربعة على الدي، فما شاء الله تبارك الله تغيراته سليسة، الله يعطيه خيرها ويكفي شرها. هذا للفائدة، وهذا صلى الله وسلم عليه وسلم.